بعد مشوارنا الصباحي وضيوفنا الكرام والمواضيع اللي طرحناها عليكم خلال الساعتين اللي مروا، وصلنا معكم للساعة الأخيرة مع الشيف علا نيروخ ومطبخ يوم جديد اللي دائما بيحاول يقدم كل شيء جديد ويليق بكل المشاهدين. بدي أصبح عليك يا علا وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير شهد، الله يعطيكم ألف عافية. صباح الخير أكيد لإبراهيم ولكل فريق العمل خلف الشاشات. أهلا وسهلا فيكم جميعا وشكرا على طيب المتابعة. بداية قبل ما نحكي عن تفاصيل فقرتنا لليوم اللي بتهم كل السيدات، بدنا نقول أهلا وسهلا بأرز تحفة وتونة الصياد وكارفور هايبر ماركت. أحلى من مليون عريس تحفة. أرز تحفة، عن جد تحفة. أكيد الفرصة متاحة لجميع المشاهدين للمتابعة عبر شاشة التلفزيون الأردني وأيضا عبر صفحة يوم جديد عبر الفيسبوك. بتقدروا تتفاعلوا معنا عبر الفيسبوك لايف، تشاركونا بتعليقاتكم وأراءكم وتصبيحاتكم، وأيضا تقدروا تتواصلوا معنا خلال تطبيق الشيف علا لهذه الأطباق المميزة عبر أرقام هواتف البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. تواصلوا معنا واحكوا معنا وسمعونا صوتكم الحلو. أنا لما أكدت في إيدي شهد معناته في إنا في الموضوع. ما أنا حاسة أنت دائما عندك إنا في الموضوع، معقول يجي يوم ما في إنا؟ بالضبط. بمطبخ يوم جديد برجع بقول إحنا يعني خليني أسميها فقرة تثقيفية، اسمحوا لي معلش فقرة تثقيفية وليس فقرة طبخ. أنا مشاهد قاعد خلف الشاشة، ما بدي تعلمني كيف أعمل خبز بزعتر، وما بدي تعلميني كيف أسوي معجنات، الطرق متاحة ومعبية البلد، ولكن علميني كيف أدير بالي على الزعتر الأخضر لمدة سنة عشان أقدر أبعث لبنتي اللي مقيمة في خارج البلاد اللي أصلاً في أوروبا ما في عندهم هاي الخيرات اللي موجودة عنا. علميني كيف أستخدم هالمواد بطريقة مثلى خلال السنة، علميني كيف أدير بالي على هاي النعمة وخصوصاً الورقيات الخضراء، كيف أحافظ على القيمة الغذائية. إحنا بناكل عشان الصحة، ولما يكون في صحة إذن لازم يكون في صحة داخلية قبل الصحة الخارجية، الله يديم الصحة على الجميع. لذلك اليوم في مطبخ يوم جديد بيشرفني أعطيكي ثلاث طرق مثلى ومضمونة، وزي ما إحنا بنقولها باللهجة البيضاء أو باللغة العامية شهد، كل واحد بينام على الجنب البريحة 100%. أنت بتاخدي ثلاث وصفات والثلاثة مضمونين والثلاثة مجربين، بتقدري هلأ بكل عين قوية تبعتي لابنك لحماتك لأختك لابنك المقيم في خارج البلاد ويضل أخضر. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح ناخد مقادير أو اللي هي المعلومات اللي أنا بدي أحكي لك إياها عن الزعتر الأخضر مع شهد على الشاشة. بسم الله. بالتأكيد علا رح نحكي للمشاهدين إيش لازم يكون متوفر معنا وإيش هي الطريقة لحفظ الزعتر الأخضر بلونه الأخضر على مدار عام كامل بثلاثة طرق مضمونة. زعتر ناشف ورق فقط بدون عيدان طبعا، هو صراحة زعتر أخضر بس أنا زعتر أخضر وليس ناشف. نعم. أيوه. نعم. للتصحيح، ولتر من الماء واثنين معلقة كبيرة من الملح، مرتبان زجاج معقم ونايلون للتغليف اللي هو نايلون تغليف الطعام، وكيس تفريز شفاف، وأيضا أكيد يعني زيت زيتون. نعم. كيفك أنت والزعتر شهد؟ بحب الزعتر يعني طيب، معجنات خبز كتير زاكي معجنات مثلاً. الزعتر وكيكة طيب. الزعتر برضو زاكي، مش متي مرة عملتيها هون بتذكر أنا كنت والله إنه شاهد مظلومة معاي دايما بيكون نواشف مقالي مقالي يا ستي. طيب هلأ إحنا مبدأ أما وقت السنات مش أنا يعني هاي بدك تعيديها عشاني. حاضر أمرك. بدنا نقرب عيد ميلادي يوم السبت، عندنا فوارغ وكرشات، ها ديروا بالكم. طيب هلا احنا جبنا هالزعتر مبدئيا وفرطناه تمام، مي حلوه من الحنفيه وبتحطي كمشه ملح وبتضلك تنقعي فيه وتنزلي لما بينغسل كتير، رح تلاقي المي عكره لونها بني من الاتربه تمام. اذا بدنا نحط مي وملح، غسلته واموره طيبه، بعدين بتفردي زي ما بنفرد الملوخيه لحتى ايش يصير شهد ينشف. اذا ضلت المي فيه مباشره راح يسود تمام. اذا انا بدي اياه ينشف زي ما انتم شايفين هيك، خليتيه ليله كامله خير وبركه. بمصفاي يعني او على بشكير؟ ايوه على بشكير على شيء اللي هو يفضل مثل الملوخيه عشان ينشف.
كشفناه واموره تمام. بعدين شهد رح نجيب مرتبنات زجاج يفضل الضغط، ولكن انا ما عندي ضغط، عملت مكابيس كثيره والضغط كثير سعره اغلى بكثير اضعاف عن البلاستيك. استخدمي اي شيء زجاج بس معقم. ايش يعني مرتبان زجاجي معقم؟ بتغسليه بمي وملح وبتخليه مفتوح هيك على شباك المطبخ او على البلكونه، اي مكان فيه هواء، الهواء هون راح يعقم. تمام، اذا مي وملح اوكي. بعدين هيك بتحطي المي بتضلك تحركي 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 بتعقم، وبعدين بتكفيه هيك على وشه او بتخليه زي هيك لحتى تضربه شمس ان وجد، ما في شمس خليه ينشف كثير منيح، هيك بتعقميه. واذا كان فيه مثلا طعمه مكسرات او اي شيء انت مستخدمتيه بصير. مرتبان رب البندوره نفس الفيلم، تقدر انك تستخدميه. يفضل زجاج لانه الزجاج للحفظ على مدار عام كامل، بنصح فيه الدكاتره واخصائيي التغذيه اكثر من البلاستيك اكيد من الناحيه الصحيه. الطريقه الأولى مرتبان زجاجي. تمام، هلأ هذا بجوز شاهد تشوفيه كتير، ولكن هو والله ولا رح يدوب يكفي هالمرتبان. هون أنا مستخدمة 3 كيلو رطل زعتر، طبعا عندي الطاولة نظيفة. هلأ إحنا تضغطيهم. إحنا شاهد بالأردن وفلسطين تحديدا بنفرز ورق الدوالي بأناني العصير البلاستيك، مزبوط. هذا نفس المبدأ، نفس مبدأ عمل الدوالي. ها شايفه قديش هذا هذا المنظر احنا بدنا اياه. هيو في الاسفل شايفين هيك، هذا اللي هون كله بيضغط على بعضه وما بيخلي الهواء يفوت، بالتالي ما بيتاكسد، بالتالي بيضل محافظ على لونه الاخضر. احنا رح نتابع مع شاهد وانا رح اعبي واضغطه. اي سؤال شاهد متابع معاكم، اي اتصال، يعني انا بستنى استني هاللحظه عشان اسمع اصواتكم على البث المباشر. وداد محمود بتحكي لنا يسعد صباحكم بكل خير وصحة وعافية يا رب. وعنا أيضا عدنان بحكي لنا يسعد صباحك شف علا مبدعة والمذيعة المتألقة شهد، ما شاء الله عليكم. عنا محمود العبادي بحكي لنا صباح الخير. عبد المهدي سليمان غنمات يسعد صباحك يا وطني ويسعد صباحك يا أمي من الدوحة، ربي يحفظكم جميعا من كل مكروه. صراحة كتير في أشخاص ونسبة كتير عالية من المشاهدين الأردنيين المتابعين لنا ببرنامج يوم جديد تحديدا ومن الخليج العربي تحديدا بتابعونا دائما وأبدا عبر شاشة التلفزيون الأردني، دائما بتواصلوا معنا وبيعلقوا عنا. حقيقة نحن نسعد دائما بمتابعتكم وبنحاول دائما نكون قراب منكم، عشان يعني دائما نحن بنتمنى أنكم ترجعوا على أرض الوطن وتكونوا موجودين بين أهلكم وأحبائكم وأقربائكم. كل عيلة أردنية أعتقد في شخص من العيلة مغترب ومش طبعاً موجود، ما بتخلف. إن شاء الله كلكم بترجعوا بالسلامة في ظل هالظروف. اللهم آمين. آمين يا رب. وين وصلنا؟ عند يزن. يزن أوكي، عبين ما تخلصي هاي ناخد الاتصال مع يزن. ألو صباح الخير يزن. صباحكم يسعد صباحك وكل أيامك. من وين عم تحضرنا يا يزن؟ من المفرق. يا هلا فيك وبكل أهل المفرق. الله يسعد صباحك ويعطيك العافية. هاي الشيف علا عم تسمعك، شو رأيك بالزعتر؟ والله شغل مبدع ما شاء الله. الله يسعدك يا يزن، صباح الورد. الله يسعد صباحك يا شف. اهلا اهلا، الله يسعد هالصباح الحلو. الله يعطيك العافيه. الله يخليك. كيف العيال عندك يا يزن؟ نحمد الله بخير، سلموا عليكي. كيف وضع المدام بحفظ الورقيات او الاهل او الوالده؟ والله أنا ما انا متجوز انا والله. مش متجوز. الله يطعمك. الله يجوزك. قول امين. امين. طيب واول طبخه زعتر روح. شكرا جزيلا لمرورك اللطيف يا يزن، كل التوفيق دائما وشكرا لتواصلك معنا. شايفه شهن لسه فاضي. فاضي بيسحب 3 كيلو هذا المرتبان. رح نروح لبشهد. يلا قبل ما تخلصي برضه هذا المرتبان بدنا ناخذ اتصال اخر على الهواء مباشره. بدنا نقول صباح الخير يا بشاير. ألو صباح الخير. طبعاً بشاير قبل المكالمة من فضلك لو سمحتي توطي صوت التلفزيون. ألو صباح الخير. يا هلا يا بشاير. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، كيفك؟ الحمد لله الله يسعدك يا ربي. بحب أتشكر شف علا كثير على أكلاتها الزاكية، وبحب أحكي لها أنه إحنا من أشد متابعينها، وحماتي موسام بتحب تتابعها كل يوم وبتصحى الصبح مشان تتابعها وتتابع أكلاتها الزاكية. تحياتنا لحماتنا كلياتنا وحبيبتنا أم وسام. منيحك؟ منيحك والله، هي بتحبك وبتحب طبايخك. الله يسعدك ويسعدها، يعطيكم العافية.
الله يسعدك يا ربي، وما شاء الله عنك يعني مزرقة وروحك حلوة، وعن جد يعني حبيبتي انتوا البركة، احنا من بعدكم. سلمي على حماتك وبوسي ليها على جبينها بالله أمانة. الله بوصل حبيبتي. حبيبة قلبي يسعدك يسعدك، أهلا فيكي. بلا زعتر، احنا اليوم بدنا نعمل زعتر هلأ بالنسبة لتفريزة. نعم هلأ بنيجي على التفريز، تابعينا يا أمر. الله يبشرك بالخير يا بشاير، اسمك حلو. وبدي أبشرك أنه في عدد كثير من المتابعين عم بحضرونا على الفيسبوك لايف، تقريبا ما يقارب 1000 مشاهد. طبعين معك يا أمر أكيد. إحنا يلا احكي لنا شو كيف بدهم يفرزوا الزعتر، شكل الموضوع كثير مهم للمشاهدين. أنا قفزت على النقطة الثانية. لا تقفزي لو سمحتي عشان ما أخلص الزعترات. النقطة الثانية، الطريقة الثانية اللي هي إشي خطير. إحنا هلأ في موسم زيت، الله يديم خير علينا وعليكم. بنجيب زيت الزيتون، مرتبان، زجاجي، حصرا، اوعك البلاستيك، ما بدنا، احنا بدنا نحفظ صنع، اذا احنا بدنا اشي صحي. بتعبي زيت وبتحطي الورق وبتضلك تنزلي عشان الورق يتقل الزيت، اذا هاي عملية تخليل. في ستات شهد بحطوا رشة ملح، لا، بياخد كل السوائل والزيوت العطرية اللي في الزعتر وبروح طعمه، بيحفظه بس بيروح طعمه. أنا بدي أحافظ على القيمة الغذائية، تمام؟ تقلنا وهلأ هو إيش بصير؟ مثل الاسفنج وبيشرب كل الزيت. بضل أحط زيت، أحط ورق، أحط زيت، أحط ورق، لما تحسي إنه شبه خلاص فلل بعدين بسكره، وطعم الزيت ما رح يأثر على الزعتر. هلأ يا أصدقائي، إحنا الخبز بزعتر نستخدم زيت زيتون، السلطة تاعت الزعتر نستخدم زيت زيتون، مثلاً مبارح نستخدم فيها مثلاً زي معجنات. بتشيلي زي هيك شهد وبتروحي على طبختك، على عجينتك، على صحن السلطة، زي هيك هو وزيته. بالتالي ما في إنك، ما في داعي إنك تحطي زيت على العجينة إلا نص المقدار. رهيبة هاي طريقة، شو بدي أحكي لك، يعني تحفة فنانة. انت بتحفة، انت حبيبة قلبي. طب شو رأيك ناخذ اتصال؟ يلا يا أمر معك معنا أكيد. على الهواء يلا. مباشرة يا كوثر، صباح الخير. صباح الورد كوثر، احكي لي شو رأيك بالزعترات اللي قاعدة عم بتفرزنهم الشيف علا. كوثر عم تسمعينا؟ اللي بحكوا لك زيك، تفضلي. زي الشيف. هلا حبيبة قلبي يا كوثر، صباح الخير. يسعد صباحك كيف ولا كيف؟ هلا ستي، صباح العسل، اهلا. انا حكيت معك امبارح ام كرم. اهلا يا ام كرم، حياكي الله، اهلا حبيبتي. الله يسعدك والله، منورات على الشاشة، بتجننوا بوجودك يا قمر، بوجودك يا حبيبتي. بدي اصبع جوزي وليد الزعاتر وابني كرم، نعم، وعلى اهلي اخواتي. واحنا كمان بنصبح عليكي وعليهم، ان شاء الله يكونوا عم يسمعوك يا ستي. حبيب. اهلا وسهلا بام كرم. شايفة أمور؟ لازم طبعاً تغمريهم بالزيت. أيوة، ما هو أنا بدي أدير بالي عليه طبعاً، لأنه ضغط ما بدي أعبيه كتير عشان ما يفور. إذا أنا هون رح أكتفي عشان الزيت يحفظ لي إياه. وأنا زي ما أنت شايفة شاهد، مثلاً هون أنا حطيت مرتبان صغير. أنا عيلتي بتتكون من أنا وزوجي وولاد اثنين، إذا عيلة صغيرة تحصيل حاصل الست يعني منطقيا رح تروح تعجن كيلو طحين، 4 كسات، اذا هذا القدر بكفي. فانت بدك تفرزي وتستخدمي حجم المرتبان بما يناسب مسحوباتك مكان العائليه، مكان التخزين على اهم شيء، وحسب مسحوباتها العائليه. مثلا هي يعني ما شاء الله العائله الممتده اللي بتتكون من الجد والجده وغيره وغيره، مش زي اللي مثلا احنا اثنين بالبيت. ها هي اول طريقه، مكان التخزين بالخزانه عادي، عادي بالشتاء، بالصيف بالثلاجة، لازم ثلاجة. نعم. مش فريزر. نعم لا لا تلاجة. بالثلاجة بالصيف. طيب هاي الطريقة، تفضلي. شو رأيك ناخد اتصال؟ يلا حبيبتي يلا. يلا معنا كمان اتصال هاتفي على الهواء مباشرة من عوض. قال له صباح الخير يا عوض. هلا صباح النور، يسعد صباحك. يسعد صباحك وكل أيامك، ويسعد هالحماس الحلو. الله يعطيك العافية استفرالة. أهلا أهلا يا عوض، صباح الخير. معك عوض الشربات من البلاد الشمالية. اهلا اهلا سيدي، انتم البركه، اهلا وسهلا. الله يطول عمرك والله. حبينا نتشكرك على الشاشه وعلى التلفزيون الاردني، ومنور والله التلفزيون الاردني. الله يسعدك يا عوض، بوجودكم ونفسكم الطيب معنا اكيد. الله يسعدك والله، حبينا نتشكرك على البرنامج الحلو والله. الله يخليك يا ربي، يبارك بعمرك، وسلامنا للعائله الكريمه. راح نروح على كياس كارفور هلا. كياس التفريز شهد في منها كتير خفيفة، للتفريز كتير خفيفة بتكون، يعني صراحة بتغلبني كتير بالتفريز. أنا جبت من كياس كارفور، ومش ضروري يكون اللي بتسكر، تمام؟ مش ضروري، ولكن أنا جبتهم صراحة لأني أنا بضمن إنه ما في إشي يهرهر في الفريزر ويعبي لي في الدنيا، زي أي عائلة بسيطة، زي أي ست بسيطة. فأنا بدي أكون حريصة إني أستخدم كيس تفريز. منجيب كمشة،
علا نحن هيك بدنا ننوه انه الطريقه الاولى ستي. بزيت الزيتون وهلا بالاكياس. هلا هون شوفي هون حطيتها رح اضغط، ما رح اروح اعمل هيك زي اللحمه لا. نضغطها زي هيك نبسطها لتحت. ايوه هيك وهيك رح اضل اسحب واعمل زي فاكيوم اسحب منه الهواء لما يصير مضغوط تمام، وبعدين اعمل هيك برجع بضغط بضل اخضر في داخل الفريزر. هلا احنا كثير ستات شاهد بيعملوه بس ايش بيطلع اسود. ممكن هاي بدك فريزر، ولكن انا بقول دائما نبتعد عن الفريزر في اشي اولى، مثلا ورق دوالي، لوبيا، فاصوليا، يعني الخير ان شاء الله كثير، فهذا موعد. بعدين الخطوه الثانيه ما بتحطي هيك، بتروحي بتجيبي نايلون التغليف تبع الاكل، لانه هاي يعني بدي احكي لي بدور بوقفي بس قولي. يعني الله يستر يعني مش معقول هيك، يعني انا مشان افرزن الزعتر ويضل عندي لاخر السنه بدي اعمل كل هاي خطوات. ما هو شوفي في مثل بسيط بس بديش احكيه عشان ما يزعلوا منا. العايز شو العايز مسكين صح. فكانوا الجدات بالزمانات شو يقولوا؟ شغلتك عندك بتقول لك نعم، شغلتك عندك يعني بتقول لك حاضر يا سيدي. ها يا عيني على هالاجابه، يعني ايش بدي اقول لك؟ افهمتك صح، انا عارفه حكيني على الاخر انا بحكي يعني على الشابات اللي بعمري، يعني ما اعتقد انه هذا الموضوع يكون يعني ذات اهميه عاليه بالنسبه لهم بالذات متجوزين. طب انا رح اقنعك. اقنعيني اكثر. يلا. الزعتر هلا في الوضع الحالي صار موجود طوال السنه، ولكن في بعض المواسم بيبقى بيشعط، يعني بنكون اللي هو البلدي في حرقه هون بتوقف هاي نكهه الزعتر الصح. تمام. في عندنا اللي هي الاوراق الكبيره، وفي عندنا اللي بيكون مثل الفليه ورقته كثير صغير، هذا حد بيكون كتير. اللي مثل هيك بيكون شبعان مي ومسق كتير. فإحنا في بعض مواسم السنة عشان أخذ نكهة الخبز بزعتر الصح بروح أنا بفرزه بوقته، ولا هو موجود طول السنة. وكمان أنا كموظفة شاهد إن شاء الله بكرة بنفرح فيك ونشوف أولادك يا رب. رح تصير يعني كل خمس دقائق معاك بالبيت بتفرق كل دقيقة، فبتصير تشيلي منها الفريزر وتحطي. تمام. فهلا انا مثلا عندي بالفريزر مليان الله يديم الخير. تمام. فايش بروح بسوي؟ بلجأ لهاي الطريقه او لهذيك الطريقه. تمام. وبهاي الطريقه انا هيك عملت ابدعتي فاكيوم. حلو. تمام. يعني بعد الكيس النايلون برضه بنغلفها على الفريزر. هي كمان طريقه. حلو. اذا بالزيت او بالنايلون اول شيء تبع اللحمه، بعدين النايلون الشفاف تبع التغليف، وبعدين شهد. هاي الطريقه اللي هي بدون ولا رشه ملح ولا شيء، ولكن لازم يكون مضغوط زي ما بنضغط ورق العنب. تمام. حلو. طبعا هذا بدون مي برضه؟ لا لا بدون ولا شيء. اوكي. هون هذا لسه بياخذ كمان ضمه، لسه فاضي. شوفي لازم ينضغط. طلعي فاضي. نعم. السؤال بالجاليري بيقول اللي هو إذا أنا فتحت المرتبان وأخذت منه شوي ورجعت ضغطته. طب ما هو أنت اللي أخذته صار مكانه هوا، إذا في مجال إنه يصير في عندي أكسدة نعم للمادة الغذائية، وفورا بضرب إما عفن أو سواد. فلهيك أنا ذكرت في بداية الفقرة بأنه لابد من اللجوء لاستخدام مرتبان بحجم مسحوباتي، يعني كل ست بيت أكيد هي القائد لعائلتها. تمام. فانتي أدرى واحدة قديش عيلتك بتسحب باللي هي الزعتر، يعني ممكن تعملي مرتبانات صغيرة للسلطة، ممكن هاي المرتبانات اللي هي عجنة، هذا بيعمل رطل طحين بالراحة 3 كيلو طحين. تمام. هاي هي الطريقة الثالثة. معك شاهد ناخذ مشاركة. انا بستنى منك فطيرة الزعتر على كل الاحوال. حاضر. بما انك فرزنتي هالقد زعتر معناته رح يكون في مساءلة. عملنا بمطبخ يوم جديد بيتزا الزعتر الاخضر العجينة. كل شيء طيب بتعمليه وانا مش موجودة، خلص ما رح احكي شيء. طيب خلينا نقرا بعض التعليقات. حنان حسونة بتحكي لنا صباح الورد والفل، شاهد دائما منورة، وصباح الورد لاحلى شيف علا دائما منورة ومبدعة. عندنا ام خالد بتحكي لنا صباح الخير، يسعد صباحكم منورين ودائما مبدعين. عندنا محمد الجندي، شيف علا ردي على الاتصالات. الاتصالات طبعا مجالها مفتوح لجميع المشاهدين والمتابعين، وان شاء الله رح نحاول على قدر يعني خلينا نحكي كافي نجاوب على كل تليفوناتكم عبر اليوم. هلا هون شاهد انا سكرته شوفي وناقص منه شوي، وهذا غلط، برجع بقول انه هذا بياخذ ضمه لو انا رجعت شوفه فاضي كل هاي المكان. هذا هيك لازم يكون لما بتطوليه بضل اخضر اخضر منعنش فريش النعنع. يس.
فهلأ لما بدنا نروح برا بالمطار غالبا بغلبوا لأنه أزاز، فأنت بالهاند باك تحمليه وعادي لما بشوفوه مادة غذائية يعني كتير. أنا بعتي منه على أمريكا ومشي الحال. ما شاء الله عليك. يس. طيب بدنا هلأ ناخد وصفة المكدوس إذا جاهزة بناخد الوصفة بنقرأها وبعد الفاصل بنطبخ. يلا يلا. Yeah. طبعا بحب اقول لك اني انا كثير بحب مخلل المكدوس. يا باي شو ذاك ما راح اخده من هون، راح يضل انا مخلل بشكل عام يعني. خلص تمام.